قال محافظ الجوف سابقا محمد سالم بن عبود الشريف إن الجميع يعقدون الأمل على مخرجات مؤتمر الحوار في الرياض، وأضاف الشريف وهو أحد وجهاء محافظة مأرب أن أبناء مأرب يعولون كثيرا على مؤتمر الرياض في دعم المقاومة الشعبية. حقيقة جئنا اليوم إلى هذا المؤتمر ونحن عاقدين الأمل بعد الله عز وجل على مخرجات هذا المؤتمر التي سوف تدعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. وحقيقة المؤتمر اليوم هو يعتبر داعم لمخرجات الحوار الوطني وأيضا الوثيقة دول الخليج، مبادرة دول الخليج. الأوضاع في مأرب طبعا نحن نعول على هذا المؤتمر أيضا أن يكون داعم لجبهات القتال على في مختلف الساحات وفي الميادين في اليمن بشكل عام وخاصة في محافظة مأرب.